إذن نحن هنا أمام اللوحة التذكارية لسد مولاي يوسف. كما تلاحظون أنه تم تدشينه في 23 أكتوبر 1970، وذلك خلال حفلة تحت الرئاسة الفعلية للملك الحسن الثاني رحمه الله. يعني كما تلاحظون هذه اللوحة التذكارية لهذا السد، وكذلك سننزل إلى السد للاستطلاع عن هذا المنجزة المائية لمغرب الاستقلال. كما تلاحظون المنظر يعني جميل جدا من الأعلى، وسننزل إلى الأسفل لتصوير مجموعة من المشاهد. إذن مناظر طبيعية كما تشاهدون في جامعة أيت عادل. منحدر خطير. مناظر طبيعية كما تشاهدون، يعني مجموعة من الأشجار المتنوعة بينها أشجار البلوط والحجرات قوية طويلة. منظر رائع من جماعة أيت عادل، يعني المنظر يعني يعكس الصورة كما يقال. بالمناسبة نشكر أحمد الذي يتابعنا في هذه اللقطات وفي هذه المشاهد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.